الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال المستشار المالي لرئيس الوزراء محمد مظهر صالح إن الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي تحتاج إلى ملحق للسياسات وللمستقبل عن كيفية تنفيذها، مستبعدا أن تقوم الحكومة القادمة بإلغائها في توقع تعديلها وإضافة سياسات أخرى عليها. وأوضح صالح أن موازنة العام 2022 ستكون شبيهة بموازنة عام 2021 من ناحية أبواب التشغيل والاستثمار وغيرها، وهي تنتظر تكامل الهيئة التشريعية ولجانها لتمريرها، وأنها الآن لدى وزارة المالية وبانتظار تشكيل الهيئات الانتقالية لإرسالها إلى البرلمان. اتهم عدد من المقاولين في ديالى السياسات الحكومية الخاطئة بالتسبب في انتكاسة سوق البناء وتراجعه بنسبة تجاوزت 40% في المحافظة. ونقل عن عدد من المقاولين قولهم إن خفض قيمة الدينار دفع إلى رفع أسعار غير مسبوقة لمواد البناء المستوردة وحتى المحلية، ما زاد من تكاليف البناء الوحدة السكنية من 20 إلى 30%، وهو يمثل عبئا ماليا كبيرا، خاصة وأن 70% من الوحدات التي يجري بناؤها هي للطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل. أعلنت وزارة الكهرباء الحالية عن تفعيل الاتفاق مع إيران بشأن ضخ الغاز للعراق بواقع 50 مليون متر مكعب لتشغيل المحطات الكهربائية المتوقفة. وقالت الوزارة الحالية إن طهران وعدت بالعودة إلى الاتفاق السابق وضخ 50 متر مكعب من الغاز بعد أن خفضته سابقا إلى 8 ملايين، مشيرا إلى ضرورة الإسراع بدفع الديون لإيران لإنهاء شحة التجهيز للعراق الذي عرقل تشغيل أكثر من 5000 ميجاوات توقفت جراء عدم وجود غاز لتشغيلها. هذا وتتهم لجان مختصة جهات حزبية بعرقلة خطط الاستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط لتشغيل المحطات في البلاد. كشفت شركات مختصة في مجال الوساطة العقارية عن مجمل المتغيرات التي طرأت على سوق العقار في أربيل خلال السنوات الخمس الماضية. ونقلت مصادر صحفية عن مكاتب عقارات قولها إن نزوح نحو 1,500,000 مواطن من أهل المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية باتجاه محافظات شمال البلاد وتراجع أسعار النفط في عام 2016 إلى أقل من 30 دولاراً للبرميل الواحد، إضافة إلى عدم إرسال المستحقات المالية لأربيل وظهور وانتشار وباء كورونا في عام 2020 وتأثيرها الكبير على عجلة الاقتصاد، كل ذلك أثر سلباً على حركة العقار بشكل عام. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراقيين جاءوا بالمرتبة الثانية كأكثر الجنسيات الأجنبية شراءً للعقارات في تركيا خلال شهر كانون الأول الماضي. وقالت الهيئة إن مبيعات المنازل في تركيا للأجانب ارتفعت بنسبة 77% في كانون الأول الماضي عام 2021 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، وأصبحت 7,848 منزلاً. حصلت اسطنبول على أعلى حصة بواقع 3,300 منزل، وجاءت أنطاليا في المرتبة الثانية بمبيعات 827 منزلاً، ثم أنقرة بواقع 489 منزلاً، فيما تصدر الإيرانيون بقية الجنسيات الأجنبية في الأكثر شراء للعقارات التركية خلال شهر كانون الأول الماضي. وهذه انتقالة سريعة لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية والمعادن.
ختام الموجز، إلى اللقاء.